في قوانين من يمكن اتحادات السلة واليد وكده بيعملوا قوانين بتبقى مختلفة تماما. في ناس بتبقى شايفاها ان هي مفيدة للعبة وناس بتبقى شايفاها مضرة. من ضمن القوانين ان حوار الرعاية، ان النادي من حقه اللعيب ده لغاية سن معين، 25 تقريبا او 24، أو في البنات 24. ده انت بتبقي شايفة ان هو بيقلل من فرص مثلا طموح، ان لو حد زيك مش بيلعب في فريق بينافس، ان هو ممكن من فترة من 20 سنة يكون احترف في الاهلي او سبورتنج او فرقة بتنافس، ولا ده بيبقى كويس عشان الفرقة دي تفضل محافظة على نفسها؟ اظن لا هو كويس، انا حاسه اصلا سن 24 ده كويس، يعني مش كبير ومش صغيره، يعني في الوسط، فحاسه لا السن ده هيبقى احسن، بان لو حد عايز يمشي دي تبقى فرصه كويسه لاي حد. بس هي الفكره اللي هو لو في حد صغير وهو كويس وكده وجاله حاجه بره، لا هيبقى احسن له ان هو يسافر بره وياخد خبره، وبعد كده يبقى يرجع ويفكر في ان هو ممكن يمشي من النادي. فاظن السن ده كويس. طب يمكن تاني قانون اللي حصل السنة اللي فاتت بتاع لو الفريق اللي بياخد الدوري ليه صفقة واحدة التاني ليه صفقتين، فهل شايف ان ده بيحافظ على ان المنافسة تزيد، ولا برضه بيحجم الفريق؟ لا اظن كده بيخلي المنافسة تزيد. ده افضل، اظن ده افضل. إذاعة الماتشات بقى الفترة الأخيرة واهتمام الإعلام سواء بقى مسموع أو مقروء أي حاجة، ده بيبقى بالنسبة لكم أحسن بقى إن ابتديتوا تتعاملوا معاملة كمان ألعاب الولاد حتى لو السلة نفس الكلام، ولا برضو بيخلي الناس بقى تركز معاك وتتكلم؟ لا والله الموضوع بقى احسن، بان ماتشاتنا بتتذاع، بيبقى في ناس عايزه تتفرج بس ما يكونوش عارفين، فهم لما ابتدوا يذيعوا الماتشات الموضوع بقى احسن. هو يمكن مش زي الولاد قوي، يعني الولاد بيتذاعوا على اون تايم سبورتس والحاجات دي، احنا لسه اللي هي على البيج بتاعت ايجيبشن باسكتبول فيدريشن وكده. بس لا الموضوع دلوقتي بقى احسن بكتير من قبل كده بانها تتذاع، فلا انا شايفه ان كده احسن ان هم يذيعوا الماتشات عشان الناس تعرف تتفرج. لعبة 3 في 3 تختلف طبعا في القوانين شوية عن الباسكت العادي، بالنسبة لك بيكون مين ممتع أكتر؟ يعني مين ده أحسن في اللعبة؟ حاسة 3 على 3 بتبقى موضوع أحسن، عشان بتلعب براحتك، ما بيبقاش فيه ضغط، ما بيبقاش فيه خطط لازم نعملها، لا انت بتلعب براحتك وبتطلع كل حاجة عندك، فالموضوع بيبقى مريح وبيبقى ألذ أكتر بكتير من 5 على 5. ايه اكتر حاجة بتميزها عن 5 على 5؟ ما هي انت مش بتبقى مضغوط من، يعني 5 على 5 بيبقى لازم بقى خطط لازم نعملها، الملعب يبقى كبير ويظبط بقى رايح جاي، الموضوع يبقى 3 on 3 نص ملعب، بتعمل اللي انت عايزه، بتطلع كل المهارات اللي عندك، فالموضوع بيبقى مريح اكتر في 3 on 3. في برضه آراء بتبقى معترضة إن يبقى في أكتر من محترف في الباسكت، يقول إن ده مثلا بيحرم اللاعبات المصريات إن هم يلعبوا، في العكس بقى إن لا لو زودنا أصلا وبقوا 2 أو 3 ده بيخلي اللاعبات يلعبوا أحسن وحافز أكتر. إنتي مع مين في دول؟ أنا شايفة محترفة واحدة كفاية بصراحة، يعني حاسة اللي هو بيبقى فيه كباتن اللي هو لا ما تاخدي الكورة اديها هي كورة وهي تتصرف، اللي هو لا يعني ما أي واحدة في الفرقة بتعرف تلعب باسكت فعادي، ما احنا كلنا نلعب مع بعض، ليه اعتمد على واحدة بس؟ فحاسة اللي هو لا كفاية واحدة هتساعدنا في الملعب، بس أكتر من كده حاسة الموضوع هيبقى صعب قوي. يعني لو أنتي مثلا دلوقتي في فريق خسران فرق 2 وباقي أقل من 10 ثواني والكورة معاك أنتي، تلعبي ثلاثيه ولا تخترقي بقى ولا تاخدي فاول يا تجيبي الباسكت؟ اظن لا هخش واخد فاول وعادي نلعب اوفر تايم، ما عنديش مشكله. لو اتحسب لك رميتين في اخر ثانيه وانت خسرانين فرق بوينت واحد بس، لو في ايدك تختاري حد معين من اللاعبات هم اللي يلعبوا الرميتين هتختاري مين؟ مين اكتر حد بترتاحي انك تلعبي جنبه من المنتخب؟ سوريا ورنيم. مين اصعب انك تدافعي ولا تهاجمي؟ اظن ان ادافع. لو خيروكي انك تكسبي بطولة واحدة في الموسم تكون انك تكسبي قصدي دوري السوبر، ولا انك تكسبي كل البطولات ما عدا الدوري؟ سؤال صعب قوي ده. ما ينفعش اكسب البطولات كلها بالدوري. ممكن اقول الدوري.
تطلعي انك توب سكورر في الماتش ولا انك تسجلي النقطة اللي في اخر ثانية؟ اسجل النقطة اللي في اخر ثانية. لو انت مش لاعبة باسكت، ايه الرياضة اللي شايفة نفسك كنت تألقي فيها؟ ممكن فولي.